إذن نلتقي من جديد في تتمة للمثال التطبيقي الذي اقترح علينا، وهو تفاعل شوائد الهيدروجين مع كتلة من الألمنيوم. وكتبنا جدول التقدم، وشرحنا كيف يكتب، وبينا الطريقة التي يحدد بها العامل المحد، وقلنا هو العامل الذي يتحكم في التفاعل، أي الذي ينتهي أولا. وتوصلنا إلى أن شائدة الهيدروجين هي العامل المحد، لأن عدد مولاتها لو كانت هي المحد أصغر من عدد مولات الألمنيوم لو كان هو المحد. إذا طلب منا الآن حساب التقدم الأعظم، وما هو التقدم الأعظم؟ إذا طلب منا مثلا حساب التقدم الأعظم اللي هو إكس ماكس لأي تفاعل. إذن إكس ماكس سوف نتعرف على تقدم أعظمي آخر، لأن هناك تقدم أعظمي نظري وتقدم أعظمي عملي. ما درس في السنة الأولى والسنة الثانية هو التقدم الأعظمي النظري الذي يحدد من جدول التقدم. كيف يحدد؟ إكس ماكس هو عدد مولات المتفاعل المحد. بعد أن تعرفنا على أن H بلس هو العامل المحد أو العنصر المحد، وكان إكس فينال له هو 5 × 6 × 10 قوى ناقص 3 مول، إذن يكون هذا هو إكس ماكس أو التقدم الأعظمي الخاص بهذا التحول. إذا إكس ماكس لهذا التحول هو عدد مولات المستخرجة من العامل المحد، هذا إكس ماكس النظري أي يستخرج من الجدول التقدم، أي لو كان هذا المحد لكان إكس ماكس هذا. وفي الوحدة الأولى من برنامج السنة النهائية سوف نتعرف على التقدم الأعظمي التجريبي كيف يستخرج. إذن كسؤال آخر قد يطرح في مثل هذه التمارين، حساب مثلا بعد التعرف على العامل المحد، مثلا طلب منا حساب التركيب المولي للوسط التفاعلي في الحالة النهائية، أي التركيب المولي للوسط التفاعلي في الحالة النهائية. الوسط التفاعلي هو المتفاعلات والنواتج أي المزيج، تركيبه المولي هو هذا، أي حساب N فينال للألمنيوم، N فينال لشاردة الهيدروجين، N فينال أو نهائية لشاردة الألمنيوم ماذا تساوي، و N فينال لغاز الهيدروجين ماذا تساوي. إذا نعوض في الحالة النهائية قيمة X فينال بـ X ماكس، إذا يصبح لدينا 0.1 ناقص 2 إكس ماكس، أي 0.1 ناقص 2 في 5 × 6 × 10 قوة ناقص 3، إذا يصبح هذا عدد مولات النهائي الألمنيوم. بالنسبة لشاهدة الهيدروجين يصبح لدينا 5 × 10 قوة ناقص 3 ناقص 6 × 5
على 6 × 10 قوة ناقص 3 ويصبح يساوي 0، لأنه هو المحد ينتهي. بالنسبة لشهادة الألمنيوم يصبح لدينا 2 × 5/6 قوة ناقص 3 بتعويض إكس ماكس عوض إكس فينال، يصبح 5/3 قوة ناقص 3 مول. بالنسبة لغاز الهيدروجين يصبح لدينا 3 إكس ماكس، أي 3/5/6 قوة ناقص 3 مول، أو 3/6 هي 1/2 تصبح 2.5/10 قوة ناقص 3 مول. إذن ويكون التركيب النهائي، تركيب المول للوسط التفاعلي في الحالة النهائية، أو التركيب النهائي للوسط التفاعلي، هو لم يعمل حسابي هنا 5/3 قوة ناقص 3 مول. إذن تركيب النهائي يكون عدد مولات النهائية الألمنيوم هي 5/3 قوة ناقص 3 مول. بالنسبة للهيدروجين، شهادة الهيدروجين 0 لأنه هو المتفاعل المحيط أي ينتهي. بالنسبة لشهادة الألمنيوم 5/3 قوة ناقص 3، بالنسبة للهيدروجين 2.5/10 قوة ناقص 3 مول، أي التعويض في الحالة النهائية بقيمة التقدم الأعظمي. إذن هذا إذا طلب منا حساب التركيب النهائي لوسط التفاعل. قد يطلب أيضا حساب تركيز عنصر من هذه العناصر في الحالة النهائية، مثلا حساب تركيز شوارد الألمنيوم في الحالة النهائية. كيف نحسب تركيز شوارد الألمنيوم في الحالة النهائية؟ إذا طلب منا حساب تركيز عنصر ما، مثلا حساب تركيز شوارد ألمنيوم في الحالة النهائية، كتابة كيميائية تركيز شوارد الألمنيوم فينال، ماذا يساوي؟ كقانون رياضي يساوي تركيز، يساوي عدد المولات على الحجم، عدد المولات النهائي لشوارد الألمنيوم على حجم المحلول. إذا عدد المولات شوارد الألمنيوم حسبناها فكانت 5/3، إذن 5/3 قوة ناقص 3 على حجم المحلول الذي كان 5/10 قوة ناقص 2، يصبح اختصار 5/5، إذن يصبح لدينا 1/3 قوة ناقص 1 مول لتر قوة ناقص 1، لأن حجم المحلول كان هو نفسه حجم محلول حمض كلور الماء، لأن إضافة كتلة الألمنيوم لا يغير من الحجم. عموما هذه هي الأسئلة التي قد تطرح في تمرين مثل هذا. سؤال قد يدور في ذهنك، أين شاردة الكلور من هذا كله؟ فهي غير موجودة في جدول التقدم، غير موجودة في المعادلة، غير موجودة في الحسابات. أين اختفت شاردة الكلور؟ كان لدينا في المحلول شاردة الكلور. يسمى هذا النوع من الشوارد أو العناصر عنصر غير فعال، ويسميه بعض الشاردة المتفرجة أو العنصر المتفرج. فهي شاردة لم تتدخل في التفاعل ولا في النواتج، فهي غير موجودة وبالتالي لا نحتاج إلى كتابتها إلا إذا طلب منا ذلك.
وبهذا نكون قد أنهينا المثال ونلتقي في حصة أخرى إن شاء الله لدراسة شيء آخر.